يعني كثير من النقاط طرحوها الأخوة الأعزاء تستاهل أن نتداولها يعني بالنقاش. نقطة أساسية طرحت من أكثر من أخ من الأخوة النواب عن موضوع غلق ملفات الباحثين عن عمل. القانون اللي أقره مجلس النواب في 2006 بالنسبة إلى التأمين ضد التعطل 2007 حدد شروط الجدية، إن صاحب المتقدم لازم يكون كذا، يقبل فرص العمل، يقبل فرص التدريب إلى آخره من الشروط. وتم الآن مؤخرا في ضوء ما أثير من ملاحظات وما في شكاوى من قبل المواطنين، شخصيا أشرفت على دراسة وتحديث للنظام الإلكتروني ككل، بحيث أن نضفي عليه كثير من المرونة والتقدير، بحيث أن ما نكتفي بالنظام الإلكتروني. يعني فمثلا الآن لا يوجد أحد في وزارة العمل يرشح أحد لوظيفة. أصبح الموضوع أن كل صاحب المتقدم يشرحون له شلون يدخل على النظام، ومجرد يدخل رقم بطاقته السكانية أو الشخصية تظهر الوظائف اللي تناسبه، اللي يدخلها صاحب العمل. صاحب العمل يدخل الوظائف الشاغرة، ووزارة العمل تشرف على الراتب وتشرف على التخصص وتشرف على كل التفاصيل. يجي دور العامل أو الموظف اللي يدخل بنفسه ويختار. الآن عطينا العامل 3 شهور أن يدخل على النظام، مكتوب في القانون يحضر شخصيا. الآن انتهينا من يحضر شخصيا، فقط يضرب كليك، يعني يدخل في السيستم وتشوف انه هاي الوظائف اللي تناسبه. ما اختار، عنده 3 شهور في النظام الجديد، عنده 3 شهور ما حد يكلمه، يدخل بنفسه ويشيك الشواغر ويشيك فرص التدريب. اذا ما اختار ينتقل الى الاسبوع القادم ويدخل يشيك شو الموجود من فرص مناسبة له. النظام نفسه تم تحديثه بحيث ان حتى لو الجامعي نفسه يقبل وظيفة فيها دبلوم، لا يقبل النظام، يرفض النظام. يتفق خارج الوزارة كيفه، بس داخل النظام حتى ما حد يقول بأن أنتم عرضتوا عليه وظيفة أقل من مستوى مؤهلة، النظام نفسه يرفض ذلك.